هذه المياه رائعة. هاي صنفور طبيعي، ألن تنزل إلى الماء؟ بلى، ما إن أنتهي من نزع هذه القشة من جناح الجندب. صنفور طبيعي، من الأفضل أن تسرع، تعرف كم يغضب أكول حين يتأخر. أوه مفكر، أنت تعرف طبيعي. أجل، قد يبقى صنفور طبيعي هنا طوال الليل إن اضطر إلى ذلك لإصلاح الجناح. لقد انتهيت سيد جندب، هكذا أفضل. هيا يا طبيعي، تأخر الوقت. وقع صغيرك من العش؟ أوه، ها قد بدأنا مجدداً. بالقرب من منزل شرشبيل؟ منزل شرشبيل؟ علي أن أهتم بصغير العصفور. قولوا لبابا صنفور إنني سأتأخر على العشاء. وحين يعرف بابا صنفور أنك ذهبت في مهمة؟ أوه مفكر، تعرف أن طبيعي ما كان ليسامح نفسه إن لم يساعد العصفور الصغير. ما كان هذا؟ مرحبا سيدة أبو زريق، أنت تمزحين. في الواقع يبقى الهر هرا. والآن فلنلقي نظرة عليك أيها الصغير، ستكون بخير. مهلا أيها الصغير، ستكون في بيتك بعد قليل. شكرا لك، لكنهم ينتظرونني على العشاء. أين أنت؟ تعال إلى هنا أيها الهر الكسول، أحضرت لك صديقاً. إذا قليلاً أكاد أنتهي. انتزعتها. حسكة السمك كانت تؤلمك جداً، أعترف لك بأنك شجاع جداً. عجباً هلهول، لا تكن جباناً، لو لم تكن غبياً لعرفت أن صاحب الأنياب الفضية يريد أن يكون صديقك. تستطيع النزول الآن هلهول، فأنتما الاثنان ستعملان معاً. على فطيرة توت السنافر الشهية. أقول كانت أطيب فطيرة صنعتها. آمل أن تكون قد احتفظت بقطع طبيعي. لا ما أفعل. أوه لا بأس أقول. آسف لأنني تأخرت بابا صنفور، لكن ساعة الجندب والعصفور والدب والأرنب كان يومي شاقا. لابد من أنك جائع طبيعي، فوت الغداء والعشاء. كان الأمر يستحق بابا صنفور ما دام الأرنب الصغير الضائع قد تعلم درسا. الدرس رقم واحد هذا صنفور، الدرس رقم اثنين هذا توت السنافر، الدرس رقم ثلاثة اجلس. قلت اجلس. ننتقل إلى الدرس رقم أربعة. الدرس رقم خمسة، انتبه دوما من الوقوع في فخاخ البشر، خصوصا إن كانت مصنوعة من الحديد، إنها تؤلم. موضوع الدرس رقم ستة كان الحماسة هلهول، وأنت لا تظهر إلا القليل، القليل فقط. إلى اللقاء يا أصدقاء، أراكم غدا، وتذكروا أن تنتبهوا من فخاخ الحديد. هذه شجرة توت السنافر، وحيث توت السنافر نجد السنافر. انظر أيها الطائر في الأسفل، فخ من الحديد، ويحتاج مخلوق مسكين إلى المساعدة. فكانه صوت هر متألم. ألا تظن أنه هل سيكون من الأفضل أن ربما لو تمهلنا قليلا و مسكين هلهول. لا تقلق هلهول، سوف أعود. في رأيي أن نترك الهر وشأنه، إنه يستحق هذا. هلهول شرير، لم نساعده؟ لأنه سيموت إن لم نفعل. حقا، وقد نموت نحن أيضا إن ساعدناه. أوه يا ويلي، ليت بابا صنفور هنا، لا أعرف ما علينا فعله. أنا أقول أن نرحل من هنا،
ألن يساعدني أحد منكم لتحرير ذلك الحيوان المسكين من الموت؟ ألن يشعر أحد منكم بالسنفرة تجاه هذا الحيوان المسكين الذي يصرخ ويصرخ من الوجع؟ إنه فعلا مسكين. لا تبكي، لا بأس هلهول، نحن نحاول مساعدتك. أوف، إيه، يا له من فخ. ما نحتاج إليه هو عصا كبيرة. هذا صحيح، خذوا، هذه ستفي بالغرض. لا بأس أيها الهر، أنت هر لطيف. لا تقف عندك مفكر، هيا ساعدني. بابا سنفور لن يعجبه هذا أبدا على الإطلاق. سنفور طبيعي، كررت الأمر كثيراً، كررته 100 مرة. بابا سنفور لن يعجبه هذا. نحن نعرف يا مفكر، لقد كررت هذا 100 مرة. أنا آسف يا هلهول، سنبقي العصابة. سنافر يا أبله وليس تنانين. أنت لا تفلح في شيء أيها الشره. حسناً، سنفر قليلاً، ليس هذا ما تظنونه. هل جننتم؟ كيف تحضرون ذلك القاتل الشرير إلى القرية؟ سنفر من الطريق ودعونا نقضي على الهر. ابتعد طبيعي. أبداً، أعني مستحيل. حسناً، افسحوا الطريق لبابا سنفور. بابا سنفور ها هو يسنفر. طبيعي، هذه المرة تماديت كثيراً بحبك للحيوانات. صحيح، لكن بابا سنفور أرجوك انظر إليه. يا للسماء، لقد وقع هلهول في فخ شرشبيل، هذا مدهش. انظر إليه بابا سنفور، أيبدو لك هذا المخلوق المسكين خطيراً؟ طبعاً إنه خطير. بابا سنفور، إن هذا الهر قاتل. أجل، هذا صحيح. يا سنافر الصغار، أعرف أننا واجهنا مشاكل مع هلهول. أكره هلهول، كلنا نكره هلهول. ألم أعلمكم دائماً أن تحبوا كل المخلوقات بروعة وسنفرة؟ لكن بابا سنفور، هذا الهر الشرير يطارد السنافر دائماً. نعم، وماذا عن ذلك؟ في رأيي ارمه خارجاً. هذا المخلوق المسكين كائن حي، هل نحن مسنفرون أم لا؟ إذن لا نستطيع ترك هلهول يموت. انتبهوا يا سنافر. حسناً، لنسنفر كلنا معاً. ارفعوا. ما رأيك؟ في الواقع مفكر، لا يغير النمر جلده. أنا أوافقك الرأي. انظر أقدام سنافر، يا للهول، اهدأ. اجلس، تعال، توقف يا أحمق. أبعد نفسك الكريه عني. أوه يا هلهول، تبدو مسنفرا جدا هذا الصباح. هلهول، هل يريد الهر المزيد من الحليب؟ أتريد فطيرة توت السنافر؟ هلهول يكره توت السنافر. بابا سنفور، جذور الزنبق التي سنفرتها رائعة. أجل، جيد جدا. من ما يبدو سيشفى هلهول سريعا ويعود إلى طبيعته. هذا ما أخشاه، طبيعي. انظر آثار عجلات، لا بد من أننا اقتربنا من القرية. هل سمعت هذا؟ إنه صوت عديم الفائدة هلهول. هلهول، تعال أيها الهر. شرشبيل. هلهول، أيها الهر الشرير. بابا سنفور. أو لا، بابا سنفور، تلك كانت إحدى خدع شرشبيل. لا بابا سنفور، لا أصدق ذلك. أين أنت أيها الهر الجميل؟ وهل صدقت الآن؟
طبيعي، سنفر من هناك. لا لا يا هلهول، اهدأ، فشرشبيل لن يجدك هنا. شاطر قوي، احضر عربة النار بسرعة. هلهول، أهكذا تعامل السنافر الذين أنقذوا حياتك؟ لقد شممت رائحتهم والآن هجوم. ليس بهذه السرعة، توقف. قلت توقف أيها الأحمق. توقف. طبيعي، هل أنت بخير؟ أظن ذلك بابا سنفور. كاد هلهول أن يقتلك. كان بإمكانه ذلك بابا سنفور، لكنه لم يفعل. مدهش.